بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهادي البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، واسمحوا لي أن أخاطبكم بهذا الوصف الذي اختاره الله لكم، وصف الأخوة. أنا أعلم أن فيكم وزراء وكبراء وبجهاء، وأستطيع أن أقول لكم يا أصحاب المعالي ويا أصحاب السيادة ويا أصحاب العزة والسعادة إلى آخر هذه الألقاب، ولكني أدعو هذه الألقاب إلى لقب الأخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. اسمحوا لي أن أقول أيها الإخوة، أيها الإخوة الأخوات، اسمحوا لي أن أقول للإخوة الذين رحبوا بنا باعتبارنا ضيوفا، أقول لهم: نحن لسنا ضيوفا، نحن في وطننا وبين أهلنا وإخواننا. نحن نؤمن بأن هذه الأمة وإن اختلفت أقاليمها واختلفت لغاتها واختلفت أشياء كثيرة منها، نعتقد أن هذه الأمة أمة واحدة. الله تعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كأنما يشير إلى أنه لا تتم العبادة ولا تكمل التقوى إلا بالوحدة. ولذلك الفقهاء يسمون الوطن الإسلامي وديار الإسلام ولا يعبرون عنها، يقولون دار الإسلام، وإن اختلفت الأقاليم والأوطان هي دار واحدة. فنحن هنا في تركيا دار الإسلام، في دارنا دار الإسلام. ومن أجل هذا، من أجل هذا تجاوب المسلمون في المشارق والمغارب في الشمال والجنوب مع تركيا حينما قامت مصممة على الذهاب لنصرة غزة المحاصرة المجوعة التي فرض عليها الجوع لتركع، فقبلت الجوع ولم تقبل الركوع. أبت تركيا، أبت تركيا إلا أن تذهب إلى غزة متحدية الصرف الإسرائيلي والتجبر الصهيوني. فكان ما كان، كان أن اعتدى عليها المعتدون، المعتدون الذين يعتدون بترسانتهم النووية، وأيضا يعتدون بالمال الأمريكي والسلاح الأمريكي والفيتو الأمريكي. لم تبالي تركيا بهذا كله وذهبت، فكان ما كان.
من سقوط هؤلاء الشهداء الذي كلمنا الأخ الكريم عنها، وهم عند ربهم يرزقون. وتصر تركيا إلى أن تحضر لأسطول آخر. ونحن كعلماء، ونحن اتحاد علماء المسلمين، سنشارك في هذا الأسطول. ونشارك معهم في حملة برية أيضا تدخل من معبر رفح الذي فتحته مصر، ونرجو من مصر ألا تغلقه أبدا بعد ذلك. نحن الأخ الكريم الذي تحدث عن الصناعيين والتجاريين شكرنا، نحن اتحاد علماء المسلمين شكرنا لأننا شجعنا السياحة إلى تركيا، وهذا واجب علينا. ونحن لم نشجع فقط السياحة إلى تركيا، نحن شجعنا، طلبنا من المسلمين باسم الإسلام وباسم الأخوة الإسلامية وباسم الأمة الواحدة وباسم القبلة الواحدة، طلبنا من المسلمين أن يفضلوا البضاعة التركية على البضاعة الأمريكية والأوروبية. طلبنا من المسلمين أن يجعلوا من تركيا الأولوية في المشروعات الموجودة الصناعية والعقارية والاستشارات وهذه الأشياء، يجعلوا لتركيا الأولوية. هذا نحمد الله عز وجل. يا أيها الإخوة، أنا كلمتي آخر كلمة، وأبويا سماني يوسف، وحرف الياء في اللغة العربية هو آخر الحروف الهجائية، ولذلك يكون حظي دائما أن أكون في آخر القائمة، ويحبون يعني أن يرضوني، يقول لك هذا مسك الختام. إنني الحقيقة سعيد في هذا اليوم أن نعقد الجمعية العمومية الثالثة في مدينة إسطنبول، وقد عقدنا الجمعية الثانية أيضا في مدينة إسطنبول، ويبدو أننا سنعقد الجمعية الرابعة في مدينة إسطنبول أيضا إن شاء الله. مدينة إسطنبول مدينة عشقتها منذ سنة 1967، أول مرة أزور فيها تركيا عامة وإسطنبول خاصة بعد الحادث المعروف الذي كدر الأمة، حادث 5 يونيو أو حزيران سنة 67 الذي سموه النكسة، انهزام العرب أمام إسرائيل. حينما نزلت إسطنبول كان أول شيء يقوله لي الإخوة الأتراك، يعني 2 مليون إسرائيلي، يعني 2 مليون. يعني انهزموا امام يعني العرب هم 200 كيلوز. هي مدينة الجلال والجمال،
قلت كلمات لم أعد أذكرها في الجمعية الماضية، مدينة الجلال والجمال والبحار والجبال، مدينة التي الجوامع والمآذن والمصانع والمداخل، جميع يعني الماضي المشرف والحاضر المتألق، مدينة أبي أيوب الأنصاري ومحمد الفاتح ورجب الطيب أردوغان. الذين قال الله في شأنهم
يشير إلى أمثالهم، فإن يكفر بها هؤلاء، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة بعد أن ذكر القرآن 18 نبيا في سورة الأنعام، قال أولئك الذين آتيناهم الحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء المشركون من هنا وهناك، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. موكلون من قبل الله، أنتم أمناء الله في أرضه على كل رسالات السماء التي لخصت وتجمعت في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الخلف العدول الذين جاء فيهم الحديث يحمل هذا العلم، علم النبوة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أنتم الطائفة المنصورة التي استفاضت بها الأحاديث الصحاح عن عدد من الصحابة أنه لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أنتم هؤلاء أيها الإخوة، أنتم الذين تشدون أزر الأمة في الملمات في الشدائد، تمسكونها أن تنهار أو تتزلزل أو تتزعزع. أمتنا بخير إذا قام العلماء بدورهم، ومهمتنا في هذا الاتحاد أن نعيد العلماء إلى دورهم التاريخي في فترة من فترات التخلف والتراجع، تراجع الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. زحزح العلماء عن دورهم ووضعوا في الخلف، فنحن نريد العلماء أن يعودوا إلى الأمام، أن يقودوا المسيرة. هذا دورهم الطبيعي. العلماء ورثة الأنبياء، أما الأنبياء هم قادة الأمة. يريد من العلماء أن يأخذوا الدور الصحيح، كما قال السلف صنفان من الأمة: إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. وقد جاء عن عدد من الصحابة والسلف، ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيره، قالوا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أولي الأمر العلماء. هناك من قال الأمراء، ولكن عدد من المفسرين قالوا العلماء. والحقيقة أن كل منهم من الأمر، هذا يطاع في مجاله وهذا يطاع في مجاله. فالعلماء هم أولو الأمر الذي يجب أن يسير الناس وراءهم، كما قال أبو الأسود الدؤلي: ليس هناك أعز من العلم، الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وهذا ما نظمه الشاعر في قوله: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر يحكم العلماء. العلماء هم قالوا، قالوا قديما: يا أيها العلماء يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. يجب أن يظل العلماء هم الصالحين المصلحين، وإلا تكون البلوى كبيرة. بالملح يصلح ما يخشى تغيره، فكيف بالملح إن حلت به الغيرة؟ نريد العلماء أن يكونوا ملح الأمة، وأن يقودوا السفينة، وأن يكونوا الربابنة الذين يصلون بالسفينة إلى شاطئ الأمان ويجنبونها المخاطر. هذا هو الذي يجعل العلماء مكانهم أن يؤدوا واجبهم قبل أن يطالبوا بحقوقهم، وأن يقولوا الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. ولذلك نحن لعلنا شعار العلماء هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نحن نقول الحق
ونحن بحمد الله نتابع أمور الأمة وأحداث الأمة ومآسي الأمة، وما أكثر مآسي المسلمين في هذا العصر. حينما نفتح التلفاز أول ما يطالع أخبار المسلمين، وكلها أخبار تدمع لها العيون وتحزن لها القلوب، ولكن نحن نقف بالمرصاد لكل من يتعدى على حرمات المسلمين، لكل من يسيء إلى المسلمين، نصدر بياناتنا محذرين ومنذرين. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هذا الاتحاد قد كسب ثقة الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها. حينما أسيء إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسوم الكاريكاتورية، طلبنا من الأمة أن تظهر في أحد أيام الجمع، في أحد أيام الجمع في مسيرة غضب لرسول الله ونصرة لرسول الله، فقامت الأمة عن بكرة أبيها تعبر عن غضبها ونصرتها استجابة لنداء اتحاد علماء المسلمين في حرب غزة العنوانية. أيضا دعانا الأمة إلى مثل هذا، قامت الأمة في أسطول الحرية عن قريب فعلنا مثل ذلك. أصبحت الأمة والحمد لله تتجاوب مع هذا الاتحاد، ولذلك أنا أقول أمتنا بخير أيها الأخوة، نحن نمثل هذه الأمة الكبرى. هذه الأمة الكبرى هي قوة، قوة عظيمة، قوة كبرى، لأن هذه الأمة تملك من مقومات القوة ما لا يملك غيرها. تملك القوة البشرية العددية آخر الإحصاء، وللأسف الإحصاءات تأتي من الغربيين، آخر الإحصاء للأمة الإسلامية قالوا 1,580,000,000 المسلمين، يعني حوالي 1,300,000,000. وأنا أشكك في هذه الأعداد، ليست أعدادا حقيقية، بدليل هم حسبوا المسلمين في الصين 20,000,000، وحينما زرت الصين قال لي الإخوة نحن أقل شيء 120,000,000. وأنا أذكر هانوتو المستشار المعروف، كان مستشار خارجية الفرنسية، الذي رد عليه الإمام محمد عبده في رسالة شهيرة، قال إن الإسلام خطر وهو حوالينا في كل مكان، حتى في الصين هناك قوة إسلامية كامنة، وحذر من الخطر الإسلامي الصيني منذ كان على رأس المئة في القرن 19. والأمير شكيب أرسلان حينما علق على كتاب حاضر العالم الإسلامي قال المسلمون في الصين يقدرون بحوالي 50,000,000، وقد كتب الكتاب منذ 3-4 قرن، أكثر من 70 سنة. فلو نظرنا تكاثر العالم وتزايد السكان في هذه، خصوصا في المناطق الإسلامية، المسلمين شعب ولود، أمة ولود تتكاثر بسرعة، بدل من مقلق الأوروبيين، طب هنعمل إيه يعني؟ الأمة بتولد كثير الحمد لله وربنا كتر. فالأمة الإسلامية الحمد لله أمة كبرى من حيث العدد، نظرنا للعدد، وكل الشاعر العربي يقول وإنما العزة للكاثرين، كان العرب يعني يفخرون بالكثرة. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينة، والقرآن يقر هذا، قل واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني يذكر هذا في معرض الامتنان، اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فعندنا هذا العدد القوة بتتكثر، وعندنا القوة الاقتصادية، نحن نملك من الثروات الزراعية والحيوانية والمائية والبحرية والنفطية والمعدنية، يعني ما لا يملكه
البحر كله. حتى مرة أخونا أستاذ أنور إبراهيم اللي كان رئيس نائب رئيس ماليزيا قال له وزير الخارجية في البلد اللي جنبيهم إسماعيل بتاع بانكوك تايلاند، وزير الخارجية تايلاند قال له يا أخي هو يعني البترول ده يعني إسلامي؟ جنسيته الإسلامية ما تطلعش على بلاد المسلمين، يعني أن هو جنب تايلاند وإندونيسيا يعني فيها غير بترول، وكذلك ماليزيا فيها بترول، ومعظم البترول في إيران والسعودية وكذا وكذا. يقول له طيب طاشا في بلاد المسلمين، المسلمين عندهم ثروة هائلة وموقع استراتيجي هائل وحضارة عمق حضاري عمق تاريخي. يعني احتفلت أمريكا من قريب يعني بمرور 200 عام على تأسيس الولايات المتحدة، يعني بلد عمره 200 سنة. احنا بلاد الحضارات الكبرى التاريخية كلها نشأت في أرض الإسلام، الحضارة الفينيقية، الحضارة الأشورية، الأبرية، الكلدانية، الفرعونية، الفارسية، الهندية، يعني كل حضارات الدنيا قامت في الرقعة هذه الإسلامية. عندنا هذا العمق، هذه قوة أيضا، ونحن عندنا القوة الروحية. نحن وحدنا، تقول نحن وحدنا أيها الإخوة الذين نملك الرسالة الخاتمة، الرسالة العامة، الرسالة الخالدة، رسالة الإسلام، رسالة التوازن التي تصل الخلق بالخالق والأرض بالسماء، توازن بين الفرد والمجتمع، بين الرجل والمرأة، بين العقل والقلب، بين النقل والعقل، بين الحقوق والواجبات، بين كل شيء توازن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لا تضيان في الميزان ولا إخسار في الميزان. هذه هي الأمة الوسط، الوسط الوسطية هو منهج الأمة، هو المنهج الذي تبناه العلماء في ميثاقهم. العلماء أخرجوا ميثاقا يعبروا عن أفكارهم وعن مفاهيمهم التي يؤمنون بها، وكل من رضيها يدخل معه، من لم يرضها لا يدخل معنا. هذا الميثاق يعني وترجم إلى تركيا، يعني أرجو أن تقرؤوه، هو يمثل المنهج الوسطية، منهج التيسير للتعسير والتبشير للتنفير، المنهج الذي يقوم على التجديد في الدين والتجديد في الفقه والتجديد في الحياة كلها. نحن نملك هذه الرسالة، نحن وحدنا نملك الوثيقة الإلهية التي تتضمن كلمات الله الأخيرة للبشرية غير محرفة ولا مبدلة، القرآن الكريم. القرآن الكريم ما حدش عنده القرآن يبني، ما حدش عنده كتاب يقرأ كما أنزل. نحن نقرأ القرآن كما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنه ومده ونكتبه كما كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا يوجد أمة عندها مثل هذا الكتاب، يحفظه عشرات الآلاف ومئات الآلاف. كنت في ليبيا منذ شهور فقالوا لي إن عندنا 1,000,000 حافظ للقرآن الكريم. قلت يا أخي بلاش مبالغة، قال والله هذا مكتوبين، كل واحد له أرشيف ومحفوظ له ملف وبياخذ مكافأة، يعني هذا 1,000,000
الإسلام وماذا في مصر وماذا، هذا كتاب عظيم. أنا امتحنت وأنا مدير المعهد الديني في قطر منذ حوالي 50 سنة، امتحنت طلابي باكستانيين وبنغاليين وهنود وبوميين وأتراك كانوا في قطر، امتحن الشخص في المتشابهات في القرآن، الذين يحفظون القرآن يعرفون فيه أشياء تشتبه على الحفاظ، وأسأل منيبين إلي وتقول واحد كأنه ريكوردر مسجل لا يخرن حرفا ولا يسقط كلمة، وبعدين أقول له ما اسمك؟ مش عارف ما اسمك يعني إيه، ويحفظ القرآن ولا يفهم عن كلمة العربية. أي كتاب هذا؟ نحن الأمة التي تملك هذا الكتاب، تملك هذه الوثيقة السماوية الإلهية، نحن نملك هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام. ولهذا هذه أمة قوية، نحن العلماء نمثل هذه الأمة، فهذا مصدر قوة لنا. نحن لنا أصحاب هذه الرسالة، هذه رسالة عالمية، رسالة لكل الناس. الإسلام لم يجد للشرق فقط دون الغرب، أو للعرب دون العجم، أو للبيض دون السود، أو للزمر دون الشقرة، الإسلام لكل الناس، للأحمر والأسود، للأم والمتعلم، للعربي والعجمي، كل الطبقات وكل الأصناف جاء هذا الإسلام لها. وذلك نحن نعتبر البشرية كلها أسرة واحدة، عائلة واحدة، تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد، وتنتمي من جهة النسب إلى أب واحد، كما أعلن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قال أمام الجموع الحاشدة: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ربكم واحد وإبابكم واحد. هذا هو الإسلام الذي نعتز به، وهذه الأمة، نحن معامل الناس جميعا هكذا، كل الناس حتى المشركين. نحن عقدنا في الهند مؤتمرا للأديان الشرقية، البوذية والهندوسية وهذه الأشياء، ومع المسلمين، وحضر كبار أهل هذه الديانات، وحضر عدد من العلماء، ومثل الاتحاد العالمي مثله أخونا العالم الجليل الشيخ الدكتور علي القرداوي. كنت بعمل عملية في السعودية وأنبت عني الأخ الكريم. هذا أننا مدعوون أن ندعو البشرية كلها إلى التسامح، إلى التوحد، إلى العمل بخير الإنسانية. نحن مع النصارى، نحن نبسط إليهم أيدينا، ونعتبر النصارى أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود. وفي القرآن سورة اسمها سورة مريم، ما فيش سورة اسمها سورة خديجة ولا فاطمة ولا آمنة بنت وهب، ما فيش سورة اسمها سورة مريم بن المسيح، في سورة اسمها سورة آل عمران. آل عمران يعني إيه؟ آل عمران دول أسرة المسيح، جدته وأمه قالت امرأة عمران ربي إن نظرت لك ما في بطني محرم. هكذا نحن ننظر إلى المسيحيين، ولكن للأسف كثيرا من المسيحيين لا يردون التحية بأحسن منها ولا بمثلها. نحن حضرنا عدد كبير من الإخوة هنا، الشيخ عبد الله والشيخ التسخيري والدكتور العوة، وعدد من الإخوة من الممثلين للاتحاد، حضرنا دعوة من النصارى الذين يمثلون الفاتيكان،
تحت عنوان القمة الإسلامية المسيحية. حضرنا في روما وحضرنا في برشلونة، وكنا نحضر لقمة ثالثة، ولكن فوجئنا بما قاله البابا الجديد هذا في ألمانيا، الذي هاجم فيه الإسلام بلا أسباب ولا مبررات ولا مقدمات، ودخل في الموضوع واتهم أن الإسلام لم يأتي بدليل إلا شيء واحد هو نشر الدين بالسيف. وهذه أكذوبة كبيرة يعني فندتها بالحجج النصية والتاريخية في كتابي الذي نشر من قريب، فقه الجهاد هذا. ولذلك نحن يعني طلبنا منه أن يعتذر ويقول كلمة فلم يفعل، فقاطعناه نحن الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وقطعنا الحوار مع الفاتيكان إلى اليوم. ولكننا فوجئنا أيها الإخوة منذ وقت قريب إن هذا البابا نفسه يصدر رسالة يشتم فيها الإسلام، ويقول إن الإسلام ليس فيه حرية دينية ولا حرية الضمير الديني، ولكن في حرية العبادة فقط، وإنه لا يسمح للناس أن يكفروا ويرتدوا عنه، وإنه الكاثوليكيين في البلاد العربية والإسلامية مضطهدون، وإنه يجب أن يدعو إلى مؤتمر لبحث هذا الأمر وكيف نقاومه. هذا يعني شيء يعني عجيب فعلا، يزيدنا تمسكا بموقفنا القديم ويطالبنا بأن نقف موقفا أكثر قوة من هذا الطغيان الذي لا مبرر له. نحن نبسط أيدينا إلى الناس، كل الناس، نسالم من سالمنا ونحارب من حاربنا. الإسلام لا يعتدي على أحد، بل يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا انتهت المعركة بغير قتال ولا دماء يعقب عليها القرآن بمثل هذه الآية، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. لو حد متعطش دين متعطش للدماء يعقل مثل هذا التعقيد، والحمد لله انتهت المعركة بلا قتال ولا دماء. هذا بس دين السلام الذي يقول عن المشركين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. حتى جاء في الحديث الشريف أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأبغض الأسماء حرب ومرة. شوف كلمة حرب كانوا يسموهم زي أبو سفيان بن حرب، فيقول أقبح الأسماء حرب ومرة. حتى هذا كلمة حرب من المفردات الكريهة في الإسلام. هذا هو دين الإسلام الذي يتهموه بأنه دين السيف ودين العدو. الإسلام لم يرفع السيف، إنما رفع في وجهه السيف من أول يوم. ومع هذا كان يقول له لكم دينكم ولي دين، لي عملي ولكم عملكم. فكانوا يقولون لنا ديننا وليس لك دينك، ولنا عملنا وليس لك عملك. ماذا يفعل؟ هناك بعد 13 سنة أنزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إن هذا الاتحاد أيها الإخوة قام بعمل كبير خلال هذه السنوات، خصوصا في قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية المحورية والقضية الأولى قضية فلسطين وقضية الأقصى وقضية القدس التي تهدد في كل يوم. وآخر شيء يقولون يريدون أن يضموها القدس الشرقية إلى القدس الغربية. المسجد الأقصى مهدد بالحفريات من تحته والتعديات من فوقه. أهل غزة يحاصرون، يريدون أن يموتهم
جوعاً ومن أراد أن يمدهم بشيء قاتلوا وقتلوا. هذه قضية فلسطين قضيتنا الأولى، ورأسنا عشرات البيانات واهتممنا بها من كل جانب، وأسهمنا في جمع التبرعات، وأقمنا في الدوحة عاصمة قطر مؤتمراً للإخوة في فلسطين، جمعنا له الفصائل المختلفة حتى فتح. حاولنا، أنا شخصياً اتصلت بقادة فتح خصوصاً المعتدلين منهم لكي يحضروا معنا يكتمل المؤتمر، فللأسف اعتذروا. قمنا مع كل القضايا الإسلامية، قضية العراق أيضاً اهتممنا بها، ويعني أصدرنا البيانات وأرسلنا وفداً من اتحاد العلماء إلى طهران بثقتنا، لأن طهران مركز قوة ومركز تأثير في العراق. ذهب أخونا دكتور العوا ومعه الأخ الكاتب الكبير فهمي هويدي، وقابلوا المسؤولين هناك وتحدثوا عن 8 مسائل يجب أن نتفق، وكان من نتيجتها أن التقيت مع الرئيس السابق ورئيس تشخيص مصلحة النظام رئيس رفسنجاني على قناة الجزيرة علنا، ولازلنا نتابع قضية العراق، ولازلنا نتابع قضية الصومال، ولازلنا نتابع قضية أفغانستان، ولازلنا نتابع كل القضايا أيها الإخوة، وما أكثر قضايا المسلمين وما أكثر مآسي المسلمين. الاتحاد يعمل بكل ما يستطيع لجمع شمل الأمة. نحن دائما نحاول أن نبني ولا نهدم، وأن نجمع ولا نفرق، وأن نقرب ولا نباعد. نحن نقول نحن للأمة كلها، لسنا عرق من الأعراق، لسنا لطائفة من الطوائف، لسنا لمذهب من المذاهب، لسنا لدولة من الدول، لسنا لاتجاه من الاتجاهات أو جماعة من الجماعات. نحن فوق الجميع، نحن الأمة، نحن للإسلام. لا نريد أن نحسب على أحد، ولا نريد أن نصنف بأي جهة إلا جهة الإسلام. أيها الإخوة، هذا هو الاتحاد. لا أستطيع أن أعدد إنجازاته، وقد أطلت عليكم وأنا كتبت ورقة، ولكني لم أتعود أن أقرأ من ورق طول حياتي، أكتب الأوراق ولا أستطيع أن أقرأها. يا طول يا أصلح، أنتم حافظوا يعني. فأقول الاتحاد هذا كان خيرا وبركة من الله عز وجل، وأنا أقرأ قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأنا أول من يفرح بهذا الاتحاد، لأني أعتبره كأنه ولدي وفلدة كبدي وطفلي الذي نما وترعرع وأصبح ملء سمع العالم وبصري الحمد لله. البدرة يعني الحمد لله أورقت، والورقة أزهرت، والزهرة أثمرت، وهي في سبيل النضج إن شاء الله. نحن نستبشر خيرا أيها الأخوة بهذا الاتحاد المبارك، ونرجو في المرحلة القادمة أن نكون أفضل وأفضل. كان بعض السلف يقول: من استوى يوماه فهو مقبول. من استوى يوما يعني أمس زي اليوم زي بكرة، كله سواء، لا يتقدم لا يتقدم لا يتطور لا يتحسن. من استوى يوماه فهو مقبول، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. ونحن نسأل الله ألا نكون من الملعونين ولا من المغبونين. نسأل الله أن يكون يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وهذا ما نسعى إليه. نسعى في المرحلة القادمة، نسعى إلى تطوير هذا الاتحاد، إلى أن نزيد
من مؤسسته كما يقولون بالسوسبح، مؤسسة قائمة على مؤسسات، أن نزيد من تطويره بحيث يكون أداؤه أفضل وأفضل، أن يتواصل العلماء في بلدانهم وأقطارهم. نريد أن نسير قوافل من العلماء يزور بعضهم بعضا، ليس مجرد اتحاد. بعض الإخوة يقول احنا بنجتمع في كل الجمعية وعارفين على من قابل بعض. نريد أن نغير هذا النمط. نريد أن نعمل قوافل من العلماء، يذهب العلماء ليزوروا بعضهم بعضا، وندعو المسلمين أن يمولوا هذه القوافل، تمولوا البلد التي ستزورها. قد يمولوا بعض المحسنين المسلمين فيهم خيرون كثيرون، ولكنهم لا يعرفون أين يضعون أموالهم. نريد أيها الإخوة أن نطور من هذا الاتحاد. ومن الأشياء المهمة التي يعني أفكر فيها هو تمويل الاتحاد. شوقي أمير الشعراء العرب يقول: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. علم ومال، والمسلمون كيف كانوا يواجهون مشكلاتهم؟ كان عندهم وسيلة معروفة هي ما نسميه أو ما يسمى في الشرع الإسلامي الوقف. الوقف الخيري، وقفوا على المساجد وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى البنورستانات وعلى المستشفيات وعلى أنواع من الخير، حتى الخادم اللي يكسر يعني الزبدية اللي يحط فيها الزبادة انكسرت منه، ويخاف إنه إذا رجع إلى سيدته أو سيده يهينه أو يضربه أو يعمل كذا. بعض الناس الخيرين عمل يعني، وكانت الأطباق كلها يعني نوع واحد، عمل يعني لمن ينكسر الطبق ويجيب الطبق المكسور وياخذ طبق غيره. وقفوا على من يؤنس المرضى، من يزور المرضى الذين لا اهل لهم الى اخره. وقفوا على الكلاب الضاله، وقفوا على القطط، وخصوصا القطط المصابه بالعمى ونحو ذلك. حتى قال شيخنا الداعيه والفقيه الكبير الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، قال: لقد رأيت في دمشق في منطقة اسمها ساروجة، يقول رأيت هناك دارا للقطط، كان باقي فيها، رأى فيها هو 400 قطة من الفارهات السمان، هو بتعبيره رحمه الله كان أديبا، من الفارهات السمان 400 قطة. شوف مشاعر الخير وعواطف الحنون والبر عند المسلمين وصلت. فنحن نريد أن نستغل هذه المؤسسة، مؤسسة الوقف، ونقيم لهذا الاتحاد وقفا يدر عليه دخلا. أظن ليس كثيرا على الأمة الإسلامية أن تنفق 70 مليون ريال أو يعني 30 مليون دولار أو شيء من هذا على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إذا الأمة ظنت على اتحاد علمائها لم تعد الأمة الإسلامية. ونعتقد أننا إذا دعونا الأمة الإسلامية لن تضن علينا، وإن شاء الله نحن سنبدأ حملة للوقف الإسلامي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. هذا من الأشياء التي نفكر فيها في المرحلة القادمة أيها الإخوة. أنا أعتقد أني أطلت عليكم، ولا أستطيع بعد هذه الجولة إلا أن أشكر الإخوة وشكر الناس. سنة إسلامية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ويقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا فقولوا جزاك الله خيرا. يعني ولذلك نقول لإخواننا الأتراك، وإن كنا لسنا ضيوفا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل،
يا ضيفنا لو زرتنا لوردتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. فاعتبرونا اهل منزل او ضيوف، على كل حال لا شك من واجبنا ان نشكره. وقد قال الشاعر: ولو كان يستغني عن الشكر ناجد لعزة ملك او لرفعة شان لما امر الله العباد بشكره وقال اشكروني ايها الثقلان. ربنا طلب الناس فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروني، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. فمن فعل لكم ان نشكر فنحن نشكر الاخوه الاتراك ما قاموا به. الاخ صديقي الاستاذ نجم صادق اوغلو والاخوه الذين تحدثوا من بعد، والاخ ممثل الشؤون الدينيه الممثلين مثلوا الجهات المختلفه، اشكرهم جميعا واشكر الشعب التركي واشكر الحكومه التركيه والجمهوريه التركيه وعلى راسها الاخ الدكتور عبد الله جول وافراد الطيب الكبار، واسال الله لهما التوفيق والسداد والثبات على الحق في مسيرتهم ضد الطغيان والظلم والعدوان. اشكر اخواني جميعا الذين جاءوا من بلاد شتى لا يبغون الا وجه الله. نحن لا نكافئ احدا، لا نعطي احدا لا راتب ولا مكافئ، كله بشتات الله عز وجل، من الرئيس ونواب الرئيس والامين العام. نحن نعمل احتسابا ولا نمن على الله بذلك، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. فمن حق هؤلاء ان نشكرهم، ونشكر الاخوه الذين فعلوا واعدوا هذا، الاخوه اللجنه المنظمه التي تحدث عنها الاخ القرداني، نشكر هؤلاء جميعا، ونشكر الاخوه الصحفيين الذين جاءوا من بلاد شتى. لا استطيع ان اعدد البلاد حتى لا انسى بلدا، والاخوه الذين يمثلون القنوات المختلفه وخصوصا قناه الجزيره وقناه الجزيره الحقيقه التي تذيع هذا الحفل وهذا المؤتمر على الهواء، والاخوه في الاسلام اليوم والمجد والمجموعه هذه كلها. واشكر كل من ساهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني سيشكر الجميع، سيتولى شكر الجميع، ولن يضيع عنده عمل معاه. أريد أن أقول شيئاً أيها الإخوة، أريد أن أترحم على إخوة لنا كانوا معنا في هذا الاتحاد ولكنهم رحلوا عني، ومن واجبنا أن ندعو الله لهم بالمغفرة والرحمة وأن يتقبلهم في عباده الصالحين. هناك إخوة في بلاد شتى لكني لا أعرفهم، إنما أذكر الإخوة الذين أعرفهم، وهم ثلاثة قريبون إلى ذهني، كلهم من العلماء والدعاة والمفكرين والمجاهدين الذين كان لهم دور في هذه الأمة الإسلامية وحضارتها الإسلامية وثقافتها الإسلامية. أولهم الأستاذ الدكتور توفيق الشاوي، وثانيهم الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم، وثالثهم الأستاذ الدكتور عبد العظيم الدين. أسأل الله تعالى أن يتولاهم بمغفرته ورحمته، وأن يدخلهم فسيح جنته، يسكنهم الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يسكنهم الفردوس الأعلى ويجزيهم عن الدين والعلم والإسلام والأمة خير ما يجزي عباده الصالحين والأئمة الصادقين. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.